تواصل دولة الكويت عبر مؤسساتها ومنظماتها الخيرية تقديم مساعداتها الإغاثية للفلسطينيين لما يعانونه من ظروف صعبة وتلبية لاحتياجاتهم في الشهر الفضيل. فضمن مشروع سلة رمضان وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي 2000 سلة غذائية على المخيمات الفلسطينية في 5 مناطق في لبنان. ضمن مشروع سلة رمضانية لهذا العام، سلم الهلال الأحمر الكويتي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني 2000 حصة غذائية للهلال الأحمر الفلسطيني الذي سيقوم بدوره بتوزيعها على المخيمات الفلسطينية في 5 مناطق في لبنان. تستمر جمعية الهلال الأحمر الكويتي بدعم أشقائنا الفلسطينيين في لبنان وأينما كانوا أخواننا الفلسطينيين. هذه السلال الرمضانية سوف نقوم بتوزيعها مع الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، علما بأن هناك مساعدات إن شاء الله لاحقة إلى أخواننا اللبنانيين في هذه المنطقة وكذلك اللاجئين السوريين، وتشمل هذه المساعدات طبعا أكثر من 10,000 سلة غذائية سوف يتم توزيعها خلال شهر رمضان بدعم من الشعب الكويتي إلى أشقائنا في لبنان. وتأتي هذه المبادرة في وقت يعيش فيه الفلسطينيون ظروفا صعبة، خصوصا مع الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان. الحصة الغذائية هي طبعا بتشيل عبء عن بعض العائلات الفلسطينية المتعففة داخل المخيمات الفلسطينية، وإن شاء الله توصل لعدد ممكن من الفقراء داخل المخيمات اللي هني بحاجة لها. ومرة ثانية أنا بشكر الهلال الأحمر الكويتي على المبادرة الطيبة، وبشكر الشعب الكويتي من وراء والحكومة الكويتية على المبادرة الطيبة. وفي الأيام المقبلة ستصل دفعة جديدة من السلال الرمضانية المقدمة من الشعب الكويتي لمساعدة عائلات لبنانية وسورية في لبنان. تعودوا الخير فإن الخير عاد. على هذا المبدأ تحرص دولة الكويت في كل عام على مد يد العون لمن يحتاجها من أصدقاء وأشقاء، خصوصا في هذه الظروف الصعبة. سنة السبلاني، تلفزيون دولة الكويت، بيروت.